ارتفع عدد ضحايا الإعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية إلى 60 قتيلاً لقوا حتفهم بسبب الرياح القوية والسيول والفيضانات. هارفي هو أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ 12 سنة، ورغم تراجع حدته يحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار خطورته. سلطات ولاية فلوريدا وبورتوريكو أعلنوا حالة الطوارئ بسبب الإعصار الوشيك إيرما الذي وصلت سرعة رياحه إلى 220 كيلومترا في الساعة، ووصلت درجة خطورته إلى المستوى الرابع من أصل 5.